الملكة رانيا جبرت بخطر المراهقات، قالوا لها ابنك عاجبنا يا خالة، وهي عرفت موضوع المعجبات ده راحت منزلة صورة لابنها الأمير هاشم آخر العنقود، والكل بيتكلم عن موقفها، بيقولوا له دي عرفت إن فيها معجبات وحبت تدلعهم. ده اللي حصل بالظبط. الملكة رانيا لعبد الله نشرت صورة لابنها الأمير هاشم على حسابها في انستجرام، والمعجبات ما بطلوش كلام عليه. في الفيديو اللي معايا ده هقول لكم إيه حكاية الأمير هاشم فارس أحلام المراهقات اللي المعجبات اتكلموا عنه والملكة رانيا جبرت بخاطرهم، وإيه تفاصيل مفاجأة الملكة رانيا للمعجبات بسبب ابنها الأمير هاشم، إزاي البنات طلبوا إيده، ومين هو الأمير هاشم آخر العنقود. الملكة رانيا لعبد الله اتعودت إنها تكون قريبة من شعبها، في ناس كتير اتعودوا منها على جبر الخاطر، وصور الأمير هاشم اللي نشرتها دي كانت نوع من جبر الخواطر برضه، وفي دليل واضح على إنها قريبة من شعبها وهتفضل محافظة على العلاقة القوية دي. طبعا أبناء الملكة رانيا والملك عبدالله الثاني متعودين يكونوا هما كمان قريبين من الشباب، وكان في مشهد بيدل على كده، وده وقت جواز ابنها البكري الأمير الحسين. علشان تعرفوا موضوع ابنك عاجبني يا خالة والملكة رانيا جبرت بخاطر المراهقات والمعجبات ده، لازم نعرف أصل الحكاية واللي سببها الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني العريس اللي اتجوز من شهرين كده، ويوم عيد ميلاده أواخر شهر يونيو اللي فات. الملكة رانيا نشرت صورة ليه على حسابها في انستجرام علشان تهنيه، بس في بقى معجبات بآخر العنقود، وطلبوا من الملكة تنشر صور للأمير الصغير آخر العنقود، وده اللي حصل من كام يوم. اتقال ان الملكة جبرت بخاطر المعجبات، لكن لما الملكة رانيا قررت تجبر بخاطر المعجبات نشرت صور ابنها الأمير هاشم، وده على حسابها في انستجرام. كان واضح ان ملامحه اتغيرت كتير عن الاول، هو حاليا شاب اتخرج من الثانوية العامة وبيقرر يشق طريقه ناحية الدراسة في الجامعة. الناس اعتبرت ان الملكة رانيا بترد على طلبهم بصور ابنها آخر العنقود، واللي قدر يلهف كل الانظار ليه بسبب وسامته والجمال اللي بيتميز بيه. الصور علقت عليها الملكة رانيا وقالت الله يحميك. كان الأمير هاشم لابس ملابس خاصة بركوب الدراجات النارية، وده باللون الأسود بالكامل، وده قبل ما يمارس هوايته المفضلة، وهي دقايق. وحصل ضجة كبيرة على الصورة دي، والتفاعل من المتابعين بدأ بسبب تغزلهم في الأمير هاشم واللي وصفوه بأنه أمير أفلام ديزني، وبقى آخر العنقود هو فتى أحلام المراهقات. اتفاجئوا إن الملكة رانيا استجابت لطلبهم، والبنات عكسوه وقالوا ابنك عاجبني يا خالة، الملكة جبرت بخاطر المراهقات. كمان بيقولوا دي منزلة صورة علشان تعذب قلوب المراهقات، وإن الملكة عرفت بموضوع المعجبات فحبت تدلعهم، ده غير الكلام بالطريقة الأردنية واللي فيه معجبات عاوزين يروحوا لحد بيته ويطلبوا ايده. في يونيو اللي فات انتهى الامير هاشم من الدراسه في مرحله الثانويه العامه، ووقتها الملكه رانيا نشرت صور علشان تحتفل بتخرجه، قالت مبارك هالسنه، الله يحميك هاشم لحياتي والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني. كمان الامير الحسين بن عبد الله اخوه الاكبر نشر صوره ليه وهنى بتخرجه. كمان الحساب الرسمي للاسره الملكه حطت صور من التخرج. الامير هاشم بن عبد الله اتولد في 30 يناير سنة 2005، وهو نفس يوم ميلاد والده الملك عبد الله الثاني، وترتيبه الأخير بين أشقائه. أول ظهور إعلامي ليه كان سنة 2021، وده وقت احتفال الأسرة الملكية الهاشمية للذكرى المئوية على تأسيسها، كان لابس الزي العسكري. كمان ظهر سنة 2022 وهو بيحضر سباق جايزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. كمان تم تسمية عدد من المؤسسات والمراكز باسمه، زي مدرسة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للثانوية العسكرية، ومستشفى الأمير هاشم، وغابة الأمير هاشم البيئية التابعة لأمانة عمان الكبرى.